السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتناول موضوع يحظى بأهمية كبيرة منذ سنوات، وهو تطبيق نظريات باحث في الأديان، في علم الأديان أو تاريخ علم الأديان. هو الباحث مرسي إلياد، لديه بحوث هائلة وكبيرة، لكن وله تأثير على صعيد الدراسات البحثية في علم الأديان. لكن هذا الأمر، الاهتمام الكبير به، أثار انتباهي وحاولت أن أفهم خلفيات الأمر. معظم الكليات والمراكز البحوث التي المؤمنة أو التي تؤمن بالآلهة وبالأديان وبالمعتقدات، يعني سواء المسيحيين جانب الدراسات اللاهوتية المسيحية أو جانب علماء الكلام المسلمين، كلهم اهتموا بطروحات ونظريات مرسي إلياد، وهو من كبار الذين قدموا بحوثا في هذا المجال. الأمر اللافت بأنه لماذا التركيز على مرسي إلياد والتغافل عن عشرات من غيره من الذين قدموا نظريات في أصل الدين وفي معتقدات الدين وفي مقارنة، يعني في العلوم، كل العلوم الخاصة بالدين. هذا راح يتبين الآن، وراح نشوف شنو الحكاية، يعني ما شنو أصل الموضوع. كل ما أتمنى أن يطول صبركم على الشرح، لأن المادة هذه المرة أعتذر جدا مقدما، راح تكون ثقيلة الدم يعني نوعا ما، بس يعني شو أسوي، هي هيك يعني أحاول أقدم شيء يعني ممكن يبقى لفترة طويلة من الزمن، وليس لمجرد أن واحد يسمع شيء وينتهي أمره، لكن أحاول أثبت شيء. وهذه المحاضرة راح تكون من جزئين. جزء أول راح أعرض نظرية مرسي إلياد ونقد إلها، والجزء الثاني راح أعرض نظرية خاصة بي أسميها نظرية التثبيت، وراح هي تكون بديلة عن نظرية المقدس التي يعول عليها كثيرا مرسي إلياد، وقبل أوتو رودولف أوتو، وقبل أيضا كان من العلماء الكبار دوركايم. فهي نظرية المقدس كلهم اشتغلوا على هذه المنطقة، وهؤلاء أيضا أقاموا منهجهم البحثي والعلمي، وعليهم كاتب البحث الكبير فراس سواح، وأيضا الدكتور خزعلي الماجري. راح أبدأ أولا أقول أنه أن دراسة الدين وأصله وجوهره كان دائما هو موضوع اهتمام الفلاسفة واللاهوتيين ويعني غيرهم من العلماء. بهذا الصدد توجد نواجه دائما جملة من النظريات المختلفة، يعني شفنا احنا بالقرن التاسع عشر والعشرين، وأيضا قبلها إيمانو كانت، وأيضا شلاير ماخر بداية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، قدموا كثير من الأفكار. مثلا اعتبروا يعني أنه جوهر الدين يكمن في الأخلاق والشعور بالثقة، لكن أوتو رودولف أوتو مطلع القرن التاسع عشر أو نهاية القرن التاسع عشر وبدايات، قال بأنه اعتبر مثل فرويد بأنه الدين مسألته تكمن بالمجتمع وضعف النفس داخل الإنسان، وأيضا شاب رأي بأنه جوهر الدين يكمن بالنوم، ما سماه النومينوس أو فكرة القدسي، الكهولي بالإنجليزي والساكرت. الساكرت هو يعني الاستعمال المقدس، الهولي هو المقدس نفسه. وأكو اختلافات وأكو تشابكات بين المصطلحين، لكن هذا بالنسبة لنا. أوتو قدم فكرة القدسي وليس المقدس، واحدة من الترجمات وأعتبرها ترجمة جيدة، اللي وقال بأنه هناك هو جوهر الدين هو يكمن في النومينوس أو فكرة القدسي. هذا شيء أعتقد أنه يقول بأن هذا النومينوس إلى سمتان رئيسيتان، الأولى هي تعطي طابع الرعب والهيبة، أو معنى الهيبة والخشوع، يسمونها رهبة. يعني أنا أتذكر أمي مثل مرة راحت زورتني، ورحنا مرقد بالنجف، فزرنا يعني للطرفة أقولها، كنت صغير بالعمر، فأنا مو متدين أصلا بالفطرة يعني، بس هو مع الأغراض رحت مع والدتي لزيارة، فوصلت المرقد
الإمام علي أتذكر، فدخلت وشفت الناس محبوسة يعني وتتحرك وكلها مشتدية، فشوف أقول له أنا أدخل البنك يعني ما شعرت أكو شيء، أدش أفتهم الموضوع، أنا طفل صغير يمكن أتذكر كان عمري 11 12 سنة ممكن أقل، فأدفت أريد أفهم شو هذا يعني، يعني الناس أكو شيء خطير يحصل والناس جايين هذا المكان وقاطعين مسافة طبعا بالسيارة، وكان السفر يعني ما كان سهل، سيارة وطريق ترابي وطريق يعني متعب، كان معانا ناس من أخوالي أخوان يعني أخوان أمي، فأنا واحد منهم يقول لي دائما شوف شوف النار راح تدخل هذا المكان راح تشعر برهبة، رهبة كبيرة بداخلك، أكو شيء بداخلك راح ينفتح، اتعلم يحاول هو يلقني إنه الطريقة اللي أنا أقول له أنا أحاول كنت جاد يعني إنه مخلص يعني أنا أفهم شو هذا يعني. فحاولت كثير فشلت، فأقول له يا أخي يعني أنا فهمني ما جاي أفهم وين هالرهبة، أنا ما جاي أشعر أي رهبة، أنا أشوف ناس محبوسين بس ما جاي أفهم يعني هم أكو شيء يشوفونه وأنا ما جاي أشوفه. فهذه الفكرة هي هاي الفكرة القدسي، هذا خالي وأخو أمي قال لي أنت ميؤوس منك خليك أنت مالك لا علاج لك، فيبدو أنا عقليتي يعني العقلانية واللي دائما تطلب شيء ملموس ومرئي حتى يفهم، فيبدو ما أعرف يبدو هيك، ولكن المهم أوتو يفكر بيقول إن هذا يسميه هو النومينوس، هذا اللي إحنا عندما نروح للحاج مثلا نصل الى الكعبه المشرع يعني الحرمين نقول بانه الانسان المؤمن سيشعر بالرهبه بداخله، وهذا هو هذا النومينوس اللي يسميه اوتو، ويقول هو هذا خليط من الرعب وايضا خليط من الجاذبيه اتراكشن، يعني هو يخليك يجذبك الى وبنفس الوقت يخليك تشعر بالخوف والهيبه والجلاله يسموها ايضا نوعا ما إذا صحت يعني إذا صح فهمي لما قاله أوتو، هو أيضا يسميه السر الرهيب، وهذا هو اللي يخلينا نعيش بحيرة وخوف خاص بالجذب نحوه. أوتو يقول هاي التجربة غير قابلة للتعلم، وفعلا أنا ما صار يعني ما تعلمتها يعني أنا أساري يعني هسه تذكرت إنه يقول إنه هاي التجربة غير قابلة للتعلم، ففعلا أنا ما تعلمتها ولحد الآن ما متعلمها يعني لابد أن أعترف. وانا احاول اتقرب وافهمها، ويبدو ان انشغالي في الاديان وفي قضايا اللي يؤمن بها الناس احاول ان افهم شو صار يعني، ولحد الان اشعر بان هناك شيء ينقصني في فهم ما يجري او بالاحساس بما يجري، وهذه المشكله يعني بصراحه اعاني منها ان كانت هي مشكله، ان كان خالي كان صادقا او الناس كلهم اللي كانوا في ذلك المكان وفي الاماكن أو كل اللي كانوا في أماكن من هذا النوع كانوا صادقين وكان لهم إحساس حقيقي، لكن أنا بالنسبة لي ما كان عندي شيء يعني ما شعرت بشيء بصراحة. الفكرة الآن إنه أنا أحاول أن أبحث وأجد هذا السر العظيم اللي يسميه أوتو، واللي يسميه إلياد يسميه الكيان المقدس، الكيان الأساسي يسميه جون هيك، ولو هذا مو مشهور يعني بالنسبة لأخي، لكن هو بأهمية مرسي إلياد، وهم يشتغلون بمنطقة متقاربة تقريبا، لكن مرسي إلياد يعني يبدو ما أعرف هو مهم ومشهور بالنسبة للباحثين، لكن قليل يتحركون عليه من جماعتنا يعني من المناطق الإسلامية. أولا لازم أتحدث عن نظرية إلياد، ما نظرية نفسها، ما هي نظرية مرسي إلياد؟ يقول بأنه العودة الأبدي هو نظام ديني شامل يتضمن كل المكونات الرئيسية لأي دين معروف مثل المعتقدات والأساطير والطقوس، وهذه العودة الأبدي يختلف عن العودة الأبدي عن اللي قاله أو تحدث عنه نيتشه، ونيتشه هو اصلا يعني استعاره او اخذ الفكره من انكسيمندريس المالطي وهيراقليطس، يعني هذول اللي عاشوا بالقرن السادس قبل الميلاد في اليونان، طبعا هي مفارقه كل شيء تشوفونه وتسمعون به الان وتلقون اصلا اليونان، يعني عظمه اليونان العجيبه الغريبه، اي شيء بالعالم المعاصر تلقوها موجوده باليونان، المهمات حتى هذا باي ذا واي يعني. فيقول هذا العود الابدي هو هذا اللي يمثل
كل مكونات الأديان. وهذا المفهوم هو اللي ممكن من خلاله نفهم الدين وسلوك أو تجربة الإنسان المتدين. دكتور خزعان اهتم كثيرا بهذا المفهوم، وقال بأنه هذا عمم الموضوع أكثر، وهو استعار أو استخدمه بحثيا، وقد طبق على أساطير يعني ديموزي السومري، وطبق على دورة الموت والحياة وعودة الربيع والشتاء وظهور النباتات وموتها وبعد ذلك خروجها من باطن الأرض مرة أخرى. وهذه العملية نفسها اكتشف دكتور خزعل بأنه هي تتكرر بحضارات الأخرى، يعني مثل الإله أوزوريس وأدونيس، ووجدتها نفسها تتكرر بآتيس وديونيسيوس وغيرهم. وهاي كلها ظهرت يعني أيضا بعد ذلك بدورة الروح الهرمسية والغنوصية أيضا، وأيضا شكلت ميثولوجيا الأدوار العالم اللي يعني موجودة بأغلب الديانات والأساطير. وأيضا هاي اكتشف دكتور خزعل بأنه هذا هو حسب رأيه، قال بأنه هو أن الطقوس هاي طقوس العودة الأبدية ظهرت أيضا بجميع الأديان القديمة، وخاصة وبعد ذلك تحولت إلى التوحيدية، وراح أشرحها لاحقا هذه المسألة. ويقول بأنه إلياد اعتبرها هي أساس كل دين. إلياد كان يشوف بأنه الإنسان بداية هو أكثر التصاقا بمفهوم العودة الأبدية، لأنه كان يرى الإنسان بداية يعني هو يرى بأنه العودة للأصول الروحية هي اللي خلقت العالم والكون، وأنه هاي العودة هي طريقة لتكثيف كينونة الإنسان وكينونة العالم وإيقاف صيرورة التاريخ المدنس الذي دائما يفرز عناصر فاسدة، ويجب علينا دائما الوقاية من أثرها والتخلص من شرورها حتى لا يصير الموضوع غامض أكثر. المقدس باللغة العربية هو أنه تأتي تحت باب مادة قدس، والقدس هو تنزيه الله عز وجل، وفي التهذيب القدس والتنزيل تنزيه الله تعالى، وهو المتقدس القدوس المقدس، ويقال القدوس على وزن فعول من القدس وهو الطهارة، والتقديس التطهير والتبريك والتطهير والتبريك، وتقدس أي تطهر. وفي التنزيل يقال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، معنى ذلك أن نطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن أطاعك، نقدسه أي نطهره. ومن هنا يعني يقال يتقدس منه أي يتطهر. وفي التفسير يقال بأنه هو التقدس هو المبارك والقدوس، والقدوس هو الله عز وجل، والقدس البركة الأرض المقدسة الطاهرة أي مباركة. الخلاصة أنه كانت تلتقي بثلاث محاور، أن المقدس هو الطهارة من جهة، وهو التنزيه أيضا، وهو التبرك. الآن نأتي إلى نقد مارسية ونظرية مارسية. مارسية هو واحد من اثنين اتجهوا هذا الاتجاه، واللي هم يعني استولوا أو هيمنوا على القرن العشرين في هيمنوا. بالنسبة لنا كفضاء عربي وإسلامي هم أكثر شيء كان التركيز على مارسية إلياد، وبالدرجة الثانية على جون هيك. جون هيك هو لاهوتي بروتستانتي، توفي أعتقد قبل 10 سنوات. ماذا قال هيك؟ قال بأن هناك كائن ما وراء عالم البشر سمى الكيان الحقيقي، مارسيريات سمى الكيان المقدس. كل واحد منهم قدم أفكار تشرح وجود أن هنالك جوهر لكل الأديان، جوهر واحد يشمل الأديان جميعا. هيك ماذا قال هيك؟ قال بأنه أكو كينونة إلهية، وكانت قضيته بأنه هي بس اللي يثبت بأنه هل هي هاي الكينونة هي مفردة أم هي ثنائية. يعني معنى أنه هاي المفردة، هل أن المسلمين يعبدون الله وأن هو نفسه الإله الذي يعبده المسيحيين، هل هما واحد؟ هل هو نفس الإله الذي يعبده الهندوس الإله الرئيسي؟ أي بمعنى أنه البشرية بأكمل هل هي تعبد إله واحد بالحقيقة
هو هنا متاثر بفكره ايمانويل كانت، الفيلسوف ايمانويل كانت. هذا النقد راح اسويه الجزء الثاني، فتابعوا معي. قلنا بان هيك جون هيك يرى بان هناك خيال حقيقي، وبينما مرسيا الياد يرى ويعتقد بان لكل الاديان هناك كيان مقدس. ان عندما نقول ان المسلمين يعبدون اله واحد او يعبدون اله يدعى الله، هو نفسه او هل هو نفسه اللي يعبده المسيحيون ويسمونه الرب؟ هل هو نفسه؟ هذا السؤال اللي كان يشغل بال وطرح نظريته جون هيك على هذا الاساس. الدين اساسا يعني يرى هيك بانه معايشه لحقيقه متجاوزه لحدود البشر، وقد تكون هذه الحقيقه يعني تتمثل باله او اله يعني مجسد، يعني اله كشخص او كينونه ما الهيه، او كحقيقه مجرده مثل حقيقه براهمان عند الهندوس. من هنا يصبح الدين تعبير عن الحقيقي، وانه يبدو بحيث يبدو انه جميع الاديان تسحب من البئر، تسحب او تشرب من البئر نفسها. وانا عندي يعني بعدين بالجزء اللاحق راح اتحدث عن نظريتي، اسميها نظريه التثبيت او اللي تقوم على المثبته، واقول هو هذا البئر هو نفسه، هو هذا البئر الذي يسحب منه الجميع ولكن بطريقه اخرى. هيك يقول بأن هذا الكائن الحقيقي هو موجود فعلا، لأنه لماذا؟ لأنه هنالك تعاليم كثيرة تتحدث عنه، وهو إذن موجود فعلا لأن هناك من يؤمن به، وهم ليسوا بالإمكان أن نتجاهل وجودهم. لأنه لا يعقل يقول بأنه الملايين أو مليارات من البشر تؤمن بوجود هذا الكائن، ولا يمكن تجاهل هاي المسألة يعني. فهو من هذا الباب يقول إنه هذا كان موجود لأنه الناس كلهم مؤمن. فيعني هاي الفكرة أني أشوفها ممكنة، لكن هي هكذا يقول. مرسيا أيضا كانت فرضيته أن هنالك كيان مقدس، وأن هذا الكيان المقدس له تجليات. كل الأديان تحاول العودة لالتقاط أو اصطياد أو يعني تعاشق او تلاقح مع هذا، مع فرادة هذا المقدس. وهذا المقدس مقيم خارج المكان والزمان، وهذا انا بعد ذلك راح اتناوله واقول بانه الذي يعني هو التثبيت. انا ارى بانه هذا المقدس او التثبيت هو ليس خارج المكان والزمان، انما داخل الانسان نفسه، ولكن هذا بالجزء اللاحق راح اوضحها. يعني هاي نظريتي الخاصه، راح وانا اعتقد راح يعني راح تحل كثير من المشاكل. مرسيا ماذا فعل؟ استكشف من خلال هذه الفكره خبرات يعني دينيه متنوعه، وطبقها على الشامانيه وعلى اليوغا وعلى كثير من الممارسات. وهذا يبدو هنا الياد اختار نماذج تتوافق مع نظريته، و يعني يسمونها البعض التفكير الرغائبي. يعني انا ارغب بشيء، وهذا ما دام ارغب بهذا الشيء فابحث عن ما يؤيد ما اشاء. فمعظم نظريه مرسيليات وهي من اتهامات ضده انه هو يبحث عن ما يتوافق مع نظريته. بالتالي ان نظريته راح تصير يعني وهي من انتقادات ايضا، راح انه نظريته اما تاخذ بها كلها او ترفضها كلها، لان هي تدافع عن الاساس الالهي المقدس للدين، ويعتبروها الكثيرون بأنها مجرد استمرار للفكرة اللاهوتية القديمة التي تعتقد بوجود إله خارج الطبيعة غيبي ولا يمكن الوصول له واكتشافه. هنا نفهم لماذا تنتشر نظرية مرسيليات، لأنها تتوافق مع العقلية المؤمنة والمتدينة التي تهيمن على واقعنا العربي. لأنه إحنا نجد هذا الرجل يطرح لنا نظرية بها تمتلك الصفات البحثية الأكاديمية العلمية، و يعني ما ممكن تعترض تقول هذا لا نظرية علمية وبها شواهد وبها أدلة وبها يعني تعتمد على فلسفات وعلى مناهج وعلى، لكن بالحقيقة هي ليست كذلك.
على كل حال هذا موضوع ثاني، لكن انا اقول انه هاي انتقادات اساسيه ضد الياد، لكن الكثيرون عندما تبحثون عن البحوث وتجدون عشرات بل الاف البحوث تتناول هذا موضوع نظريات مرسي الياد، وتتناوله بطريقه يعني مكثفه جدا، وتستغربون لماذا هذا التركيز عليه، لانه يعني شيء مطلوب، يعني لانه شيء مطلوب، الباحثين ما راح يواجهون صعوبات بترويج بحوثهم، ومقبول يعني، ولا بالتاكيد البعض منهم طلعوا يعني، خاصه قريت طلعت على مجله بحثيه، مجلات بحثيه بالمغرب العربي او المغرب العربي، مرات يرغون يقولون المغرب العربي، المغرب يعني دول المغرب مثل تونس والجزائر والمغرب، يعني دائما يتحدثون بانه فكره الوحي هي نفس فكره المقدس وانه الغيبي، و يعني حتى نوضح انه ليش احنا نقول انه نظريه الياد لها علاقه بالاول، لانه هو يرفض الاعتراف بالريدكشنزم، يعني ما يريد يقول الريدكشن، ما هو الاختزاليه؟ الاختزاليه تقول بانه الاشياء كل شيء موجود هو له علاقه بالواقع، يعني لا يوجد شيء يؤمن بانسان او يفعله انسان او يفكر بانسان او يحدث في الطبيعه الا وله سبب موجود او اصل موجود داخل الطبيعه نفسها وليس خارجها. وهذا هو نفسه اللي خلانا نكتشف هاي العلوم كلها، وخلانا نكتشف هاي الكاميرا اللي تشوفون بيها، وكل هاي الوسائل يعني التقنيات الحديثه والعلوم والنظريات العلميه الدقيقه، هي هاي النظريه الخزاليه هي سببها. فعندما ياتي بنسي يعني يقول لا، يرفض المبدا الاختزالي ويقول انه لا، احنا عندنا قدرات خاصه على اكتشاف حقيقه الاله الالهه خارج مدار الطبيعه، وهذا يعني طبعا انتم يعني اترك لكم تحليله، يعني هو حتى يحدد هذا الكلام بالدقيقه يقول يجب ان تفهم نصا، يعني يقول يجب ان تفهم الظواهر الدينيه على مستواها الخاص باعتبارها شيئا دينيا، يعني الدين شيء خاص علينا ان لا نؤمل طريقتنا البحثية العلمية الموضوعية عليه، إنما هذا موضوع آخر. وهو يميز بالتالي بين هاي المقاربة الفينومنولوجية أو الظاهراتية والمقاربات الموضوعية الثانية الأخرى المختلفة، مثل يعني علوم النفس والاجتماع واللغة، كل هاي ما تنطبق على الدين، يجب أن نبعدها ونفكر بطريقة ظاهراتية. طبعا هو يستثمر ظاهراتية هوسلر ويطبقها، ويطبقوها بعد ذلك يعني فراس سواح يطبق الظاهراتية على البحوث الدينية، البحوث في فيما يخص الأديان والأساطير والتاريخ القديم وتاريخ الأديان عموما ومقارناتها. لماذا؟ لأنه مريحة. يعني الظاهراتية ماذا تقول؟ تقول أنه أنت ليس المهم أن عندما نجد شخص يؤمن بالله مثلا أو يؤمن بإله أي إله كان، فإحنا علينا أن نأخذ، ليس الموضوع أن نصدق وجود إله أو لا نصدق، إنما علينا أن نتناول إيمان هذا الشخص كما هو، لأنه اعتبره كحقيقة مسلم بها. فإذا هاي مسألة مريحة للباحثين، يعني المنهج الفينومنولوجي أو الظاهراتي مريح للباحثين، يخلص من هاي المشكلة كلها، يعني يطرح بحوثه وتكون مقبولة ولطيفة، وأيضا هو مسالم ولا يتعدى، يعني هو نوع المصالحة بين العلم والإيمان على مستوى الدول الإسلامية العربية التي يعني ما زالت ترزح تحت خانة اللاهوت أو علم الكلام بشكل عام. هو يعتبر فكرة القداسة يعتبرها عنصر عالمي، وهذا العنصر موجود بالأديان كلها، وهذه الفكرة يعني هو كثيرين فندوها، يعني هو يعترض مرسي الياد على فكرة انه يعني انه يجب ان لا نحلل الدين باعتبار نشاط بشري، لكن علينا ان نحلله كنشاط مقدس، لاننا عندما نفعل هذا سيفقد الدين طابع الفريد والذي لا يقبل الاختزال، يعني معنى انه هو يرفض تطبيق العلم او المناهج العلمية الدقيقة
يعني يرفض تشريع الدين وإعادته إلى أصوله والمعتقدات الدينية وإعادته إلى أصولها البشرية وتجلياتها اللي لها علاقة بالبيئة والواقع وما إلى ذلك. على كل قلت أنه فكرة اعتبار فكرة القداسة عنصر عالمي يوجد في الأديان، هاي فنتها لا كثير من الناس، وطلعوا كتاب خاصة تدرج في الكتاب اسمه الشخص اسمه ناي، كاتب وباحث جيد ممتاز اسمه الدين الأسس. هذا الكتاب شرح بهاي النظرية، أعتقد راح يعني تلقونها ضمن المصادر اللي تحضرها. هؤلاء رفضوا فكرة أن يكون الغرض من الدين وصف وتحليل هذا الشيء المقدس، واعتبروا أنه ما يقوله إلياد هو فرضية لاهوتية لا أكثر ولا أقل، وقائم على فكرة إيمانية لا ليس بالإمكان نفيها أو دحضها، مثل فكرة الله نفسه، يعني غير قابلة للتكذيب على طريقة كارل بوبر. يجب بالتالي يعني دراسة الدين بالطريقة اللي يرفضها مرسي أريان، أي دراسة الدين بوصفه نشاط بشري وسلوك ونتاج عقائد اخترعها أو وضعها البشر. أنا هسه راح أسوي نقد تفصيلي ما يتعلق بالطقوس، يتحدث عن جانب الطقسي مرسي أريان، وقال بأنه المعبد أنه ليس للعبادة، يعني مرسي كان تناوله للمعبد كان خاطئ، لأن المعبد ما كان مو للعبادة، إنما هو مركز يعني مركز الطقس والشريعة الشعيرة الدينية. في هذا المعبد نزل المقدس، معنى آخر أن المقدس هو نفسه موجود بالمعبد وليس رمز لهذا المقدس، لهذا أصبح هذا المعبد مركز الدنيا والوجود دينيا، يعني مو دينيا فقط حتى جغرافيا، يعني هذا المكان هو أصبح مكان المقدس نفسه، يعني مو معبد عادي جامع أو يعني ما يعني لا وتمارس به طقوس شكلية، لا هو هكذا هو هذا. بالتالي الفضاء، وهنا أكو فضاء مقدس، الفضاء المقدس عنده ينقسم قسمين، قسم المدنس والعادي والانتقال بيناتهم. الواحد الأول هو هذا يفترض مكان عالي عادة ومتوجه نحو السماء، حيث لأنه الآلهة أو أي شيء يعني آلهة أو ما يمثل الآلهة، لكن المكان العادي ما يعني ما يصير مقدس، يعني هو يفترض بأنه التطويب أو تكرار كلمات لإعادة الصلة بين المقدس أو تحويل المدنس إلى مقدس راح يحول المكان إلى شيء مقدس، لكن هذا مو صحيح، لا يمكن، يعني أنت ما ممكن تروح للكعبة ومجرد ترد الكلمات هو المكان المقدس أصلا سواء رددت أو ما رددت، وإلا فيعني معناتها يعني معناتها توقف أي مكان مجرد ترد الكلام تحول إلى مقدس، هذا الكلام مو صحيح. الطوطم ايضا هو يعني انا ذكر ان الطوطم دوركهايم يعتبر انه حسب بحوثه ومشاهداته والدلائل القديمه يعتبر انه الطوطم هو نفسه المقدس، يعني هو الله نفسه او الاله بالنسبه للقبائل الاستراليه. حتى اوضح اكثر انه الرياد ماذا فعل؟ قسم الكون الى مدنس ومقدس. المقدس عاده ما يكون دائري ويعني عود أبدي، وهذا المقدس به النور بالملائكة والآلهة والمثاليات كلها حسب كل دين طبعا. هنالك مدنس إنه العالم جزئين، وهذا المدنس هو اللي به الإنسان، هو واحد من أكبر المدنسات هو الإنسان نفسه، شوف المصيبة، وهذا مكان للظلام والأمراض والشرور وكل شيء. هنا يبدي على مشروع يعني مصطلحين مينوك والجيتيك، جيتوك أو الميت جيتك، يقول أنه كل شيء محفوظ بالسماء، أنه كل أشياء محفوظة بالسماء، وهي فكرة أفلاطونية، وكل شيء مكتوب أصلا ومقدر وما يحتاج، أنه الموجود اللي احنا فقط الآن في هذه الحياة الدنيا مجرد يعني منطقة سيئة، وكل ما علينا أن نتخلص من هذا بأي طريقة ونرجع إلى الأصل. وبيشتغل على الأركيتايبس، وقال بأنه هاي الأركيتايبس هي نماذج الإنسان والتي تمثل طاقة الإنسان الروحية. قال بأنه المستقيم يمثل التاريخ المتحرك اللي احنا عايشين به الآن، اللي به ماضي وحاضر ومستقبل،
وهذا يعني يتقلب ويتطور ويتحرك، لكن هو فاسد. بينما الدائرة هي الدائرة الإلهية الأساسية. ورأيي بالموضوع أن أقول بأنه أن مصدر الدين ينبع من داخل الإنسان وليس بالفعل خارجي كما يرى هيك ومرسيريان. الخارج صحيح هو المدنس بالنسبة للإنسان، أو الخارج هو خارج لا أكثر ولا أقل. وضمن هذا الخارج الجسد الإنسان نفسه، يعني أنا جسدي أيضا هو ضمن هذا الخارج وليس داخلي. فأنا أشوف أنه هذا اللي يحصل هو انفصال إجباري بين وعي الذات ووعي العالم. فنحن لا نستطيع وعي العالم الخارجي وإدراكه، ثم بعد ذلك تحليل عناصره وتركيبها عبر اللغة. طبعا هذا موضوع ثاني، إحنا ما نقدر يعني نعي العالم وندرك هذا العالم إلا بإدراك ذاتنا والشعور المتواصل بها. داخل هذا الوعي يختلط المكان بالزمان ويصبح ماذا يصبح؟ يصبح ذكرى. الذكرى بكل ما فيها تصبح بالتالي مصدر يشتغل باستمرار لتحليل وتركيب وتعديل وخلق وصناعة الأفكار والتصورات والتخيلات. أين المشكلة؟ المشكلة إحنا ما لا نستطيع الإمساك بأي ذكرى، أو ميموري، إلا بالاستناد على ذكرى واحدة منتقات، وهذا يولد ذكرى مركزية يعني تدور حولها كل الأفكار والتصورات، بل الحياة والعالم بأكمله. هذا المركز المتفرد أو المنفرد هو المقدس، وهذا أسميه الثابت، ومنه وإليه تخرج الأشياء والعوالم والحيوات وتعود، ولا يمكن فعل أي شيء إلا معنى إلا عبر هذا المركز المخصص أو المتخصص، ليس بإجراء جميع العمليات العقلية المنظمة، بل لمنحها الإطار أو الخلفية اللازمة لتشكيل أي شيء. المقدس بهذا المعنى، أو هو أنا أسميه الثابت، والمقدس هو مشتق من مشتقات يعني أو نتيجة نتائج الثابت، هذا الموجود داخلنا. هذا المقدس النابع الخارج من الثابت هو أشبه بالقالب اللي ما لا غنى عنه أو عن وجوده لوعي وفهم واستيعاب أي نشاط ذهني أو حركي ومنحه المعنى. فلا وجود لمعنى إن لم تكن هناك أرضية أو قالب لهذا المعنى. المقدس بالتالي هو قالب المعنى الكلي، وهذا اللي يجري نشره على جميع المعاني الممكنة. هذا المقدس سنصطدم به دائما عندما نجري أي عملية تحليل جينالوجية على طريقة نيتشه، أو أصل مو أصل الأخلاق بس أصل المعنى معاني مثلا، أو حتى فيزيولوجيا، حتى لو أجري عملية فيزيولوجية لفهم المعنى داخل الإنسان. يعني عندما يجون على ماء طيب، على ماء تشريح دماغ، لابد أن يجدون هذا الشيء. أي أن هذا المقدس أو الثابت هو الحد الأبعد الذي لا نجد وسيلة بعد إذا عبرناها لفهمه. يعني هو أشبه بالنومين اللي ذكر إيمانويل كانت، أو أشبه بالعدم الفيزيائي، أنه يعني ما قبل الانفجار البيج بانج. يعني هذا ما يعني بالنتيجة أنه هذا المقدس الديني موجود فعلا، أو أنه ما غير قابل للتعديل أو التغيير. يعني هو مجرد أداة دماغية جرى اختيارها باعتباطية حتى تكون ماذا؟ حتى ماذا تكون؟ حتى تكون مرجعية أو خلفية لكل فعل أو فكرة إنسانية. هاي الاعتباطية تصبح بفعل كون كائنات اجتماعية عملية متكررة، يعني على شكل دين أو طقس أو عقيدة مشتركة، مو بشرط مسألة دينية فقط، أي عقيدة يعني أو أي عادة متكررة هي ممكن راح يتحول بهاي الطريقة. يعني بمعنى آخر هو طريق اختاره واحد من أفراد المجموعة، وهذا أدى هذا الطريق في لحظة في بالصدفة، ممكن عشرات مرات اختاروا طريق، واحدة من المرات اكتشفنا أن هذا الطريق يؤدي إلى قيمة أو يحقق معنى
أو يحقق العائد يعني، يعني مثل طريق في غابة وعبرنا بهذا الطريق، وواحد من عدة مرات في شنة في واحدة من اللحظات قادنا واحد وودانا إلى الطريق الصحيح. إحنا كائنات بدائية أو إنسان بدائي ونشوف إن هذا الرجل ساحر أو شخص مو طبيعي، معنى معاني هذا الطريق ثبت نجاح بالتجربة عن طريق الصح والخطأ. هذا ما أسميه بطريق الحمامة أو متلازمة الحمامة. ما هي قصة الحمامة؟